من صار نجاح في رئيس وزراء يعني خمسة ستة 2005 يمكن ستة المالك ما قبل التفجير ده تتكلم ما قبل تفجير الإمامين ما قبل الأحداث الطائفية أعتقد إيه جعفر كان شخصية هزيلة حقيقة رجل هزيل يعني وما يستحق أن يكون رئيس وزراء العراق وكان ذبته طائفي كلش مو مثل المالكي المالكي يختلف طبعا جعفر طائفي نعم وفاشل طبعا رجل بس يسولف يعني رجل منظر ما يصلح أن يقود لا إلا أن نكون قد ننسى يعني في نهاية الحلقة ننوه بأن حق الردي مكفول لكل السادة لا لا أبداً أنا قلتها 100 مرة والجهات التي ذكرت أسماؤها أو ستذكر أسماؤها في هذه الحلقة وأنت لا لا أبداً نعم أنا أقول لك يا فاشل لا لا أنا هذا واجبي لازم طبعاً نعم ما عندي مشكلة أنا ما هو فاشل خلي يطلع سبب كثير من المآسي اللي صارت بالعراق المالكي يختلف اتحمله وزر الحرب الطائفية اللي صارت بالعراق سيد الجعفري مو أحمله هو مو أحمله بس المشكلة هو كان خطابه يعني يعني مثير ليش علاوي ما صار بزمانه لأنه علاوي مثلاً عنده هو بعثي أو يساري أو كذا المالكي من إجا لا المالكي إجا واحد العراقيين